دي مجاميع كاس العالم، احنا نلعب منتخب مصر وصل كاس عالم لكره السله. البطوله هتبقى في اسبانيا ان شاء الله في 25 اغسطس القادم. لا لا، البطوله هتكون في ثلاث دول، في الفلبين واليابان واندونيسيا، بمشاركه 32 دوله. يعني بقى كاس العالم كمان عامل زي كاس العالم بتاع الكوره، 32 دوله، والبطوله هتقام في ثلاث دول مختلفه في اسيا طبعا، في الفلبين واندونيسيا واليابان. المجموعه الاولى انجولا وجمهوريه الدومينيكان والفلبين وايطاليا، المجموعه الثانيه جنوب السودان وصربيا والصين وبورتوريكو، المجموعه الثالثه امريكا والاردن واليونان ونيوزيلندا، المجموعه الرابعه اللي فيها مصر معانا المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا. مجموعه جامده على فكره، ليتوانيا من المنتخبات الاوروبيه القويه في كره السله، ومونتينيجرو كمان. المكسيك يعني مش من الدول المتقدمه في الباسكت، ولكن ممكن تبقى برضه منتخب قوي، ان المكسيك قريب من امريكا يعني. المجموعه الرابعه فيها مصر ومونتينيجرو وليتوانيا والمكسيك، المجموعه الخامسه المانيا وفنلندا واستراليا واليابان، المجموعه السادسه سلوفينيا وكاب فيردي اللي هو الراس الاخضر، جورجيا وفنزويلا، المجموعه السابعه ايران واسبانيا وكوديفوار والبرازيل، المجموعه الثامنه كندا ولاتفيا ولبنان وفرنسا. نتمنى ان شاء الله لمنتخبنا الوطني التوفيق.